في فيديو اليوم راح اشرح لكم كل شيء بتحتاجوه عشان تربوا قرد الاصبع عندكم في البيت. هلا هو حجمه قد الاصبع لما ينولد، فبيكون صغير وبيقدر يتسلق الاصبع، لكنه لما يكبر بصير حجمه كحجم الكف، وما حدا بيعرف عددهم الحقيقي في الغابات لانه صعب جدا انك تلاحظهم، فعادي تفكروا سنجاب. وبسبب انه حجمه صغير فالكل حابب انه يصيده ويتسلى فيه، الصقور، النسور، الثعابين مش رحمينه، لكنه قادر انه يعيش ويكمل بينهم. فهل ممكن يعيش عندك في البيت؟ بعض الناس مربينه وعادي انت تكون واحد منهم، لكن هذه اللطافة بتيجي معها مسؤولية ومش الكل قدها. 17 ولاية في امريكا بتسمح لك تربي القرد عندك في البيت، وولايتي مش واحدة منهم. لكن كم سعره؟ كويس انك سألت، عشان تجهز حالك تدفع 7000 دولار، فهو مش رخيص. لكائن ممكن يعيش من 15 ل 20 سنة في الأسر، وسعر القفص 76 سنتيمتر في متر في مترين ارتفاع بوصل 2115 دولار، ولو بدك تعدل عليه فحتدفع زيادة. ولا تعتقد انه قفص صغير ممكن يقضي الغرض حتى لو كان معظم الوقت معك، فهو بحتاج مكان لإله ويعرف انه بيكون فيه بأمان. لا تنيمه معاك في سريرك لانه ممكن وانت بتتقلب انك تأذيه وتضره، وغير هيك القفص الصغير ممل بالنسبة لهم وحيسبب لهم تعاسة، فلازم توفر لهم بيئتهم عندك في البيت، شغلات يتسلقها، ألعاب يلعب فيها، وشغلات يكتشفها، خاصة لو القرد اللي اشتريته متربي من طفولته على ايدين البشر ومتعود يكون بينهم، وقتها حيكون عنده هم وحيد هو انه ياخذ اهتمامك، فوقتها حتلاقي انه كل شيء بيسويه قدامك فقط عشان انت تحبه وتعجبك حركاته. لكن من الشغلات المزعجة فيه هي ريحة بولو، فهي قوية جدا وفي ناس ما بتتحملها، والمشكلة عاد انه حيحاول يحطها في كل شيء بلاقيه قدامه، مفروشات، ملابس، سجاد، ستاير، وحتى فيك انت. فيمكن الافضل انك تعوده يلبس الحفاضات، وسعر الوحدة 21 دولار، وبتقدر تغسلها وتستخدمها كذا مرة، فيمكن تحتاج لك من 3 لـ 4 في اليوم، يعني احسب حسابك على 100 دولار حفاضات. او ممكن تشتري الحفاضات اللي بتستخدمها مرة واحدة وبترميها، والكرتونة بتاخدها ب10 دولارات، لكن فيها مشكلة واحدة، ما فيها فتحة للذيل عشان يطلع منها، فانت اللي لازم تعمل الفتحة، لازم يكون في حدا معاه لما انت تكون برا البيت، حد من عيلتك يكون موجود ويدير باله عليه، غير هيك حيحس بالوحدة وحيصير عنده ضغط نفسي كبير. ولو كان عندك اطفال فلا تجيبه ولا تفكر حتى انك تمتلكه، والسبب انه القرد كائن غير متوقع، فما بتعرف كيف ممكن يتصرف لما ما يكون سعيد، وسعادته بتنبع من الجماعة اللي حواليه، فهو كائن بيعيش في مجموعات في الغابة، وهذا بيحسسه بالامان وانه محمي، وبنفس الوقت بتوفر له حب من عائلته الكبيرة. انت ممكن تحكي لي ليش ما يكون مثل القطط والكلاب؟ هحكي لك بسبب واحد، وهو ذكاؤه ما بيخليه يرضى باي شيء قليل، وبيخليه في بحث دائم عن ما هو جديد ومثير، وبيحتاج يحس انه محور الكون وجزء من اي شيء قدامه بيصير، وامراضه بتبين عليهم متاخر، فلازم يكون في فحص دوري متكرر عشان تتاكد اذا كل شيء تمام قبل ما يفوت الاوان، خاصه الاطفال منهم، فبينصابوا بالفيروسات بسهوله وبيجيهم برد وممكن يكون قاتل إلهم، فعشان هيك يفضل انك ما تخلي ناس كثير تشوفهم، ومش لازم كل ما تطلع تاخدهم، هذا بحميهم بقلل احتمالية انهم يمرضوا، ما لهم لقاح ضد اي مرض، لكنهم بياخدوا علاج اذا اضطروا واحتاجوا الامر. انا بقدر احكي لك انه حيوان مناسب للعيلة كلها اذا شاف الاهتمام من كل فرد فيها، لكن بعض الاحيان بحسوا انهم لازم يحموا اهم شخص عندهم، ووقتها ممكن تفكروا انه متوحش وعنيف، فخلي ردة فعلك طبيعية، فهو مش قصده الاذية، في حالة انه نضج جنسيا وصار جاهز للتزاوج، فلا تعزله بسبب تصرفاته العنيفة، فهذا بيزيد المشكلة وبيكبرها، والافضل انك تتعامل معاه طبيعي عبال ما تمر الازمة. ممكن يلعب مع حيوانات ثانية لكن بحذر شديد، لان حجمه صغير كثير فممكن غيره ما يعرف كيف يتعامل معه. هلا بخصوص الاكل، هو في الغابة بياكل لحاء الشجر وبياكل مواد بتطلع من الشجر وبياكل الزهور والفواكه والخضار والحشرات، اشي اساسي في يوم، وهذا كله لازم توفر له اياه عندك في بيتك وشارك معاه اكلك، فحط له منه في صحنه. هذه الامور اساسية لما تكون تتكلم عن حيوان بيعيش في مجموعات والكل بتشارك مع الثاني. لما بدك تشتري هذا الكائن فانت لازم تفكر برقم 10000 دولار كبداية، ويمكن ما تكون كفاية، لو تعطيني اياه ببلاش ما باخده، فسبحان الله كل انسان وذوقه.